وسط الاعتصام حاول أن يحرق نفسه اعتراضا على إزالة بسطة الخضار التي يعتاش منها. هو وعشرات أصحاب البسطات عند نهر أبو علي وقفوا لمنع إزالة عرباتهم بعد محاولة قوى الأمن الداخلي وبأمر من بلدية طرابلس رفع البسطات والمخالفات على ضفتي وسقف نهر أبو علي. ما في محل، ما في تيشر، ما في بسطة عشان علم علي 10 مليون لصور قدرة هالتجار كله. إنه ليش لا بدهم يحطوا أهل التبينة؟ خلاص آخر الشيء حنطلع بنزين على حالنا ونحرق حالنا. ما بنقبل في لعبة لامة عايشتنا، بدنا نعيش بكرامتنا، ما بدنا نروح لعندهم. عندنا شي 20 سنة هون عم نشتغل، ما في عن بسطة إلا ما في وراها 5-6 عائلات، وما في عائلة إلا ما في عنده 10 أولاد. وكانت بلدية طرابلس أعلنت سابقا رغبتها إزالة هذه البسطات المخالفة لأسباب عديدة، منها ازدياد زحمة السير، وأيضا بسبب مشروع تسجيل المنطقة في الإرث الثقافي. فالعربات هذه عقب أمام تمويل المشروع بحسب البلدية. وكانت قالت البلدية إنها تعمل على إيجاد أماكن جديدة ومنظمة للبسطات.